للمزيد تنضم إلينا من تل أبيب مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية. دانا، بعد التحية، ما أبرز التحديثات لديك ربما، وأبرز ردود الفعل الرسمية أو حتى ردود الفعل الشعبية داخل إسرائيل؟ بداية في التطورات الميدانية ليلاس، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن في بيان رسمي إصابة منزل في مستوطنة المطلة بعد استهدافه بالصواريخ من جنوب لبنان، وبهذا تكون صفارات الإنذار قد دوت في بلدات ومواقع إسرائيلية عند الحدود الشمالية. هذا ليس التصعيد الأول في هذه المنطقة تحديدا، منذ يومين ارتفعت وتيرة التصعيد مع جنوب لبنان والحدود الإسرائيلية، وهذا التصعيد مرتبط في طبيعة الحال في التصعيد مع جنوب قطاع غزة وتحديدا في رفح. كانت أمس صفارات الإنذار قد دوت 3 مرات في المستوطنات في الحدود الشمالية خلال النهار، وفي الليل أيضا دوت فيها 2 مرات، وذلك بسبب وخشية من تسلل مسيرات انتحارية كما يقول بيان جيش الاحتلال. وبالفعل كان هنالك إسقاط في 3 مرات 3 مسيرات من أصل 4، ومن ثم كان إسقاط مسيرة من أصل 6 كانوا قد أطلقوا من جنوب لبنان وانفجر بعضها في مناطق مفتوحة. الآن في التطورات الميدانية نتحدث أن جيش الاحتلال يقول بأن هنالك اشتباكات ضارية تحديدا مع فصائل المقاومة في رفح والحدود الشرقية، منها بسبب التوغل البري العسكري لجرافات وأليات بلدي الاحتلال الإسرائيلي هناك. كذلك الحال كان جيش الاحتلال قد أوعز العمال والمزارعين الذين يعملون في الأراضي وفي المزارع في مستوطنات غلاف غزة بالتوقف عن العمل لتوسيع رقعة الضربات هناك. هذا يعني بأن إسرائيل ماضية قدما في هذا التوغل البري وفي تنفيذ عملياتها العسكرية هناك، وهذا ما أعلنه وزير الدفاع جالانت والجيش الإسرائيلي وحتى بنيامين نتنياهو بأنه يجب أن يكون هنالك توسيع في العمليات العسكرية في رفح. اللافت اليوم ما صدر عن صحيفة هآرتس الإسرائيلية صبيحة اليوم، كان هنالك تقرير إسرائيلي يوضح ظروف الموافقة على العملية العسكرية في رفح ورفض إسرائيل لصفقة التبادل. يقول هذا التقرير ويكشف تسريبات بأنه في اجتماع كابينيت الحرب كان نتنياهو قد عرض الخطة الموسعة للعمل البري الموسع في رفح، وهذا التقرير يقول أن معظم أو كل الوزراء سواء في كابينيت الحرب أو في الحكومة الإسرائيلية كانوا قد رفضوا يعني تقرير نتنياهو أو خطة نتنياهو للاجتياح البري لرفح. بعض الوزراء رفضوا الاجتياح البري الموسع لرفح لأنها ستعرقل إتمام صفقة التفاوض، ومن من عارض هذه الصفقة أو هذا الطرح كما تقول صحيفة هآرتس هم وزراء في كابينيت الحرب. المعارضون الآخرون كانوا قد عارضوا هذه الخطة على الشكل الذي قدمها بنيامين نتنياهو خوفا من الرد الفعل الأمريكي أو الإدارة الأمريكية أو حتى بأن تكون على هذا الشكل الحالي، وطالبوا بأن تكون بطريقة مغايرة. كذلك الحال خلال هذا الاجتماع كان هنالك بعض التقييدات التي تحدث فيها بنيامين نتنياهو على الوفد المفاوض، وطالب بأنه لا يتم الإدلاء في الرأي الإسرائيلي، وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيسي الموساد والشباك وممثلين عن الجيش الإسرائيلي، بأن لا يكون هنالك أي قرار إسرائيلي أي طروحات إسرائيلية قبل الرجوع إلى الكابينيت الموسع المعني بإدارة الشؤون السياسية والأمنية. هذا يعني بأن هذا القرار مرهون ليس فقط بقرار كابينيت الحرب بل في الكابينيت الموسع، وهذا يعني عرقلة إتمام صفقة التفاوض. ونحن نعلم بأن إتمار بن غفير وسموتريتش قالا بأننا لن نصوت على تمرير صفقة التبادل إذا ما أحيلت إلى الكابينيت، وكأن نتنياهو يستقصد هذه العرقلة بعدم إتمام هذه الصفقة. ومن ضمن التقييدات التي فرضها بنيامين نتنياهو على الوفد المفاوض أيضا تحديد أعداد المحتجزين التي تنوي فصائل المقاومة الفلسطينية الإفراج عنهم.